يقدم لكم هذا البرنامج برعاية اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر، دائما أقرب. انا يسرى. انا ايمن. متزوجين؟ ما عندناش بزاف. سي سي سي، عندها بزاف. عام ونص؟ لا لا، عام وسبع اشهر، 19 يوم 10 سوايع و 23 دقيقه. عرفنا قبل الزواج. قصدو استوار دامور كبيره بيناتنا. مالوروزمون خلصت بزواج بقدره ربي. المهم راحت زواج قبل باول وحده خطبتها له يما اللي هو انت. لا لا، ماشي كنت تقول اشاك فوا سعد. الحكاية شوية كومبليكي دكتور. الحكاية دات من حياتنا عام وسبع أشهر و 19 يوم و 10 سوايع و 23 دقيقة و 25 دقيقة. فهمنا باش ما تفهموش. وانا ديسيديت بلي هاد لغولاسيون محالة تكمل. وانا كونفيرميت بلي هاد المرأة عمري ما نكمل معها حياتي. وانا عرفت بلي ايمن ماهوش الانسان اللي حياتي كاملة نستنى فيه وراح نكمل معها حياتي. وانا هذا لو راف دونفونس، هذا تاع نتزوج ونكون بيان نعيش بيان فيني، وماهوش لو برانس شارمون اللي قاعد نستنى فيه وراح نكمل مع حياتي. بصح كاينه حاجه تفهمنا عليها دكتور، واللي هي طلاق.
قولوا لي واش رايكم كيف جيت؟ هاكي شابة كي تهبلي كي تهبلي حبيبتي ما يلحقكش في ظفرك صغير. واش حبيبنا هذا وين؟ دوك نوري لك ايمن. قلت لك انا على بالي حسيت بلي هاد الولد ماشي مليح ماشي مليح. الرجال كاع فيهم هالطبايع في الصيف دربوكا وفي الشتاء افوكا. بصح معليش ما تقلقيش روحك. مقبل وانا نعيط يا اخو جينا نخرجو انت ما خرجت. وين كنت؟ يا اختي فين روحك اختي انا حطك في المحكمه وانا راح نشيل الورد والقاطو. خير ان شاء الله. شكون مات يا ايمن؟ كيفاش هذا شكون مات هذا؟ انت راح تطلق وانا راح نخطب. شوفي نعطيك نيميرو تاع الجمعيه عيطي وارواحي انا كاع واقفين معك كاع انا معك داكو. ولا بالك من البارح نمتك كنتي لابسه اون روب بلونش بصح شابه اللي كنتي لابستها في عرسك. ليسونسييل كنتي واقفه في البالكون قلتي لي مالك روحي تشوفي شكون جاي يديني. كي جيت نشوف شكون صون ريفي. بصح نقول لك حاجه تلقي منا تعاودي تزوجي منا وقولي مالك قالت. اسمع نعرفك بلي مهبوله باكش ما تهضر قدام نسابي. شكون هو نسابك؟ راح نخطب خوت محمود وما تنساش غدوه عندي ديميناجمون اروح يا ترفد وما تنساش دي كونجي شهر انا ما نجوش فيونساي وحدي. عندك الحق. سعيد نسقسيك صحابي يقدروا يطلقوا. كيفاش هذا؟ راك مطلق وبالثلاث وراح واحد الاخر هاك صح. هذه قالت يا ايمن يا اخو اروح خلينا يا ايمن. البنات زعما صح نقدر نعاود حياتي بلا ايمن ونتزوج يا بنتي هي اصلا شكون قال تتزوجي وتلقاي راجل؟ كيما لقيتي ايمن ان شاء الله تلقاي دزام ولا ان شاء الله تلقاي راجل تقدر تلقاي. انت ديجا واحد ما جا خطبك من غير الفاشل تاع راجلك. شفتي كيفاش كنتي وكيفاش وليتي يا بنتي؟ سي فري صح عندكم الحق. اوزمو كي راكم معايا. ميرسي رانا معاك رانا معاك. هيا درك نروح وجدين. بون ايكوت انا ما نقدرش لازم نروح نجيب وليدي من لاكريش ونلحق نطيب فطور الراجل اللي قبل 12 كي تعرفي يجي يقاد فطور واجد. شوفي بالك هي تقدر. شوف انا كنت حابه نجي بصح عيط لي دوكا فاتح قال لي راهو جاي كي على بالك نحن نخيرو لاشوم تاعنا تاع زوج. ما عنديش قهوتكم وانا نروح. خلفوا عليك ان شاء الله. يسلمك حبيبتي. الوغ وش هو المشكل اللي بيناتكم بالضبط؟ نبداو بالمدام تفضلي. نومو ثقيل ما يحبش القطط يقرا كي يديني حمام وزيد لها مشحاح. والمسيو نص تاع لابيكا راح تفيد فرتيها. كذاب هو داني خطره ولا زوج ولا ثلاثه هو بالك واحد صبح خطره. مدام تفضل مسيو. تهضر معايا بالعنف؟ انا نعنفك. انا ترونكيل انا كالم ناس ملاح خطيني هاد الشيء كامل. تفضل مسيو. دار رجعتها كراش مدام. هو قصده انا ندير الخير بزاف دونك نقرب جيراننا نقريهم مات فرونسي اونغلي فيزيك. مدام ستوب. تفضل مسيو. تقريهم اونوار يا مدام. هدايا اسمحي لي مدام نعيط سي فري. يكذب ايمن كي نحكي معك ريبونديني. شوف معايا ايمن ايمن. هيا خلاص اسكتوا علينا احترموا شويه حرمه المحكمه. مسيو كش ما عندك اضافه؟ داكوغ. القضيه نتاعكم من المفروض تفوت على الجلسة الأولى والجلسة الثانية والجلسة الثالثة
لكن حس ما راني نشوف انا ما نقدرش نفصل فيها، لازم نعرضها على اخصائي نفساني. رفعت الجلسه، تقدروا تفضلوا. سبع سبع عندي 8 عندي 7. شوف عمي البهلي اليوم تربحني مشاكل تاع الدنيا تاعي نفريهم لك في الخدمه. ما تجيش دير لاشين لا كونتين، تدخل تاب تيكي تحت تاكل دير والبري هذا في دومونديتون يعبصت عليه. وهذيك قلتها لي هذيك نهار الطبيب تاع الكلوه سي بون يفرات مراد هو اللي يسكن. كيفاش انا استكلف؟ واش قاعد تبرمي الناس؟ ما صرتش فرين فرين البحري انا. هيا سويفي لافلا سويفي. كبع. راني هنا خويا. اسمع. اليوم نعلمهم الحوت كيفاش ينقلع. هيا يلا. على بها وسبك البحري. قول معدنوس خويا قول. هيا هناك الخطاب. هذه راه. راني هنا صاحبي انا نلعبك خو. قال لك العب يا سيدي احلب الجزائرية تغلب. هيا وليدي تبع تبع هذا الماتش تاع تيرو 8 مازال فيه صافي وقت جده حرقت الدنيا في الملاقش بكري خليت لي بلطح والله خليت لي بلطح كنبح هاي بيضة الدواء ودا خويا دوس هاك دوز بول همو ما يربد ما يجي هنو بحري بوشكارة دخل الربح خلاص الخسارة هيا يلا ارقد طبعا نقولوا كات حبيبي احكي لنا ديك الحكايه اللي كنت فيها في ديك البلاصه وين كنت بابا وقتها هذيك بكري طاح راح ريح زمان وعر ويطيح خويا سالنا في البقالات اليوم نعميه ماش لعبوا بولدو هاي صح هاو دوس خويا ساعه شاك تشرلو جامي اللي حبيت يتعلم يشاور المعلم خويا هنا جيت اقرا هنا مع البحرين طلع السبوره هنايا طلع السبوره هنا معايا ما لعبش هاني ما لعبش تلعب ولعبك زين ها سنا نشوفك في لاباري ماذا يقول الارنب في قفصه هكذا العب له منها كلخ له هاشي طاح راح دكتور بزاف عليا ما نقدرش نزيد شهر كامل مع هاد البنادم في دار واحده وفوقها لازم عليا نزيد نحكي معاه اسمح لي دكتور والله قلبني حبل ضحك قلبني باسكو هي تقول شهر دقيقه ما نزيدهاش ديجا انا راسي راهو بيان كلش مستف في مخي واش راني ندير هنا عندك علاش نتلاقى بك بون هي نقدروا نتلاقاو برا نشربوا قهوه واش راك دكتور صافا لاباس مي ماشي هنا بلاصتي انا نحب نطلق برك وما على باليش هذا القانون اللي يجيبنا لهنايا القانون هو القانون وانا باش نقدر نعاونكم في زوج يلزم عليكم انتم تحكيوا لي حكايتكم من نهار تعرفتوا وكي تزوجتوا وكيفاش لحقتوا لهذه المرحله وين قررتوا الطلاق
يقدم لكم هذا البرنامج برعاية اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر دائما.